لها الدنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزه الدنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفوزتم باركوا عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وعانوا بالله مع السودة وعلا وحدوا كان مركز كيني مركز كاملة مراكز الإسلام كإلهو طلق لي دلان كيني علمه مئوه بردين الإسلام وعن الله معي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز أم القرآن الإسلامي سعود ودمانتين علماء والدين وحقربي والدين انتوا وحن لنا سعود ودى مرلوات ومصبحة وحن جعل هنا سعود ويو مرتلة قاسكة يكو عزوما حفلتا السيد يقول حاج محمد اهلا وسهلا ومرحبا بك ويلكم ان شاء الله تعالى وقت الاوكورن انت اي قرحه عبر كتاينا كفر يسنو وحن جعل هاي الى برنامجك حفلة اتسو قدق الله برنامجك هو حفلة مركزك وقوانا يو وقوانا يو أرضيك تخرج إسا قيب تنعد إسلامية أولي هاي مركزكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى وآخرين إلى سبحانه وتعالى حين فهمسيه إننا نقوي كأبرا قاتها هنا يدره وحنصيه كلا برامج كيكوسي سعانا هنا وحنصيه دوين يا الطالبة بايزة حسن عبدي ونو آخرين دوانطا كلمة عليه يكون بحيسة الحمد لله ما ورد بلبل وسدع وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سار نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأصفر صلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سفين للحق وأبهر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وسحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البحث والمعشر أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز أم القرآن لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية وحفظ المتون الشرعية يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبديل وإسراف وإن تكو مرحبا اكثار وصرف فليس اكثار فيكم بإسراف عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبواكم مساكن طيبات تحية من
مرآكم هنا علم تراها حقيقة الضيفنا الغالي دنا على العوي إذا عربي فهم يسرنتي كرنا الأوقي مبين وقفت الهدو الأخر يوم ووعد لك جرى العوي أساعة سوال وقف عريب وقف عنا إن وفسر يرى والعرب أبا بلان توقف سعنا وقت الخيق وبنوقي وحسر بلين يا مركلة سيدة المركز كو معد ويان سلامة وطبعا لنا لبوح الدياء عضوية الدياء مهد عربية وقبرصة وعصر بلين يا جبال اللي يا دكوتة عبد الرحمن وآخرين دون كتابك اللي يا رسول الله من وصول إلى سنة مراحب الوصول للإمام أحمد الحاكم رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمي كوثر شيخ عبد الرحمن آدم. أريد أن أقرأ كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول بتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن آدم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض بي مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مسار عملي أستغفر وأستعين على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ما له سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الحفيظ عبد الحارث. أنا أريد أن أقرأ منظومة اللامية الأفعال للإمام جمال الدين بن مالك رحمه الله. ذروي فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لزما كحال قلا وضم عين معده وينذو ذا كسر كما لازم لضم احتملا. أنا مدرك مركز أم القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وحالي السلام يا سلام السلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدع وحال أمة إلى إله سبحانه وتعالى كدع مركي مجلس أنفسه التقوح أمة إذا كدع وحال مهد اسكاله مرتين شرفت إلى نوع الماتي والأمة أخيارتي وزازيجي مرتبة قرر أبي ماتي ومرح ورغوي هاي مجد دقوة حاج برو دمان أرضيه وعلي ما تقريلا يا كم مركز دهان كم مدرس دهان أنا أقوى الله يأتي معلوميته وما سنتهين وما سنتهين وما سنتهين بقولك بقولك هذا اللي هنا تقريلا أنا ما أدعو فحصاي مثل ما يسوع معكوب فحصاي إلى سبحانه وتعالى ما رتئ ذرتي أنا كشف يا مركز رفيع وأنا أدلل على كبير كرمه وأنا أكشف وجه كرمه وأمرت مستعمل كبير كرمه إلى سبحانه وتعالى يقدري إلى ما كشف يا إلهي رأس الله سبحانه وتعالى أسلم كتاب في القرآن كان قاعد يجري المهارة إلى مباراة إلهي يوم أن يستوي إلهي رأس سبحانه وتعالى ما أسلم مرة مشرع ومرة فرقود عبد الله ومرة المسجد وسقط عيوبه سقط وردل مع رب لك جابي إلنا هو ضيع قصه بين إلهي رأس الله سبحانه وتعالى مرة هنا يعني أنا وصلت عليه على وقت عربي كفاية يسلم مركز الأسرية وعانا ساصلي بلسانة مركوها لو كنت يقول التوفي يعني أساصلي علي يوياك الشعب الرحمن قدس يا مجرد بالأول
waxaan u maleynayay marka hore aan bilaabayay intaan ka tegay nairobi baa laaday mardasharoka maanta nala joogo meeladoqo isaga ma xasuusno laakiin nairobi waa lagu tegay gurigiisu lagu ballamiyey waa isweynay marka masaajid uu kusoo tugo masaajidkaasi waan kusoo tukaday masaajid waa soo aragnay inaan maxaa lagu sheegay arrima noocan aan rabi inaan furo maarata arrimahaasaa kala tushaday bas marka ayada alxamdulilah arrimihi garab looga siiyey asagata ma xasuusno lacag buu yidhi meeshaan ka qaado heelaa uu isoo faray isoo faray waxa sina waa la yaabaa marka waxaa laga joogaa dhowr iyo toban sano meelaha mise toban sano meelaha laga joogaa markii alxamdulilah ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan taxbiirka meesha ka furo walaalka shacabdiraxmaan qudus oo masaajidkan maanta imaamkiisa oo maaragtay duqa burude oo maaragtay oraano intaasoo ilaahay subxaana watacaala sabab kaga dhigay masaajidkeeni meesha laga dhiso isagaa ilaahay subxaana watacaala sabab oga dhigay walaalka maalinta u keenay shacabdiraxmaan waan fadhiisanay waxaan sabab garanay hal qol baa ku bilownay qol xagga ahaa yaa taxbiirkii bilownay ilmaa isaga uu dhalay saddex cunuga ilmo kaloo jiraanka lix cunug baa ku bilownay anigaa macalinka ahaa ilaa muddo meelaha sanad iyo wax hagaa keliya baa akrinayay ilaahay wax maad iska leh maanta taxbiirka waxaa joogtaa markii qaybta macadka lagu daro ilaa hadda laba boqol jeeray taqriiban yaa joogaan caalamiin uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan u malaynayaa ani wixii aan sheegi lahaa sheekh annaga sheekh nuux waa noo sharxay aniga waxaan doonayaa walaalkeen deebow xaaji oo aan naqaano khayr badan inaan u ducayno maan rabnaa keliya in ilaahay markaskan sabab uu ugu dhigo inuu u gada dugsiga insha allah aniga maqsadka igu xanuunka badan intaa weeye wax kaloon had ka hadlaya maanta ma jira in badan baan hadalnay in badan baan walaalahan daba orodnay laakiin walaalkeen meesha noo gedi lahaa ee na dejin lahaa waa deeqow xaaji biidni illaahi tabaaraka wa tacaala khayr badan oo waan ku dhaqaanaa ree xaaji allah barakeeyo waa dadkii magaaladan mas-uuliyiinta ka soo ahaan jiray waad wada garanaysaa nimaan garanaynin naguma jiro sidaa darteed waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalow deeqoobow ilaahay adduun iyo aakhara inuu kuu suubiyo noogad markaskan oo taxfiidka ilaahay wejigiiska keenaysa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ريال كل مرة أو قراء سيدا كل كان يقول مرة لمتكع حي كميهين ملاها إله غديه سلوهرة دمداف لوهرة أحمد إله لوهرة لنحريستي سلاح xasiloonida iyo deganaanta iyo malaa'igta oo kasoo qayb gashay intaaba nabigeena sallallahu alayhi wasalam masuulka iyo adilahaba waa nagu sheegay waa nagu sharay meel iskugu imaado oo kulankiisa iyo isku imaadkiisa uu khayr ku jiro ma laha ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas meel sadaqa iyo wax in lala baxo lilamraayo iyo meel macruuf iyo wanaag isku sheegayo iyo meel maslaxa iyo dadka heshiisiintooda iyo dadka ehelka ah dhexdooda in la islaaxiyo saddexdaasaa lagu sheegay inay yihiin khayr oo jalsaadka iyo fadhiyada ugu khayr badan marka hadda halka wada kisaano kitaabka alle iyo diinta alle lagu koryeelaya waa sharaf meeshan oo kale qofki loogu yeero waa la sharfay isagaa la sharfay isagaa la karaameeyey isagaa la ixtiraamay marka qiimay u tahay inaad lagu yeedeen marka fadhigan iyo golahan aad lagu yeedeen runtii annaga waan ugu shukrinaynaa sala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dabarayaal munaasabad aan ka hadlo laayaq umihi maaga sheekhiga garfada marka laakiin maadaama uu magacaabay insha allahu tacaala waxaa kalima ku dastanayaa walaalkiisii markaskan markasu markasku mo mo qur-aan iyo taxfiid qur-aan alkariim
walaalkii fuulayaal arday maxaa haystay waxaan qorayaa arday ka mid ah oo runtii cabdulqayim cabdulgeedi iyo faysal xasan oo horreeyeen runtii ama qoraalkan loo horreeyey ninkaas maratay cabdulqayim yira ninkaas oo kitaabkiina uu ku daray macnaha ka dambeeyey gabadha khudba iyada loo akhrisay runtii aad bay markaa fiiriyeen inaan malaysan mooyo waxaa walaalayaal dadka muslimiinta waxaa weeye ardayda markay saasta kore u akhrinayaan waxaa la doonayaa haddaad kuwa ku cajab geliyo inaad tiraahdo maaragtay maasha allah baraka allah inaad tiraahdo la doonaya waxaa walaalayaal walaalkiisa guurka rashid markay khudbada sida u muqtayba halkaas ku kacday runtii arrintan arrinta la yimid baan ku arkay inay tahay marka ilmaha wa maasha allah anaan dhaho maasha allah inkastaan yidhaahdo سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخواني صومالي هاي ترى لو ما هذا لو أنا دمنا يا محادي من الله الله كل هذا الكبودين هاي وحوين هم زيادة ناي موضوع إنسان جلين الله محمد يا رب عنك أزنا يا ما دام هذاي وصلنا القاضي كتاب وصول المصول إن مسابقة لقطة كتاب كل قصة زن قالوا لها ku diraya maxamed deerow kitaabkaas kullam in musaabaqa keligii ku saabsan sida wada ugu dhaqsi badan qabr ramadaan wakaacsanaya midda kale markaskan kulliba arkiisa maanta wixii nala soo bandhigay runtii aad bay maa noo cajabgeliyeen ana runtii walow kitaabkaas kullam markii la sheego waa waa xanuunsadaa aada baana u jeclahay meelaha abdi waxaa ka mid ah أول واجب على عبيده معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظمه هو نوعان أيام يفهمه ما لا مكي لك هذا وثاني نوع التوحيد إفراد رب العرش عن مديد أن تعبد الله إله واحدا مغتربا بحق الله بجحدا ما لا أقامره هذا الحن الصدا قلت وكتاب رب جعله وحان ما أرسل نظام قد يشيخها إلهي حفظه فمحمود شيبلي أكتاب شيخها إلهي حفظه سبحانه وتعالى ملك سنة وان كشيغة وان أدعية مركة تاسوة ما أتوى اسم الداخل يروي أنا مالي نمان تبا هيدا ماشي في جرتو ومركة سنة إنو نولو باهين هاي مركة حمليه لهانيقا فرطو كيلي فعل ممعتو الله يقول حاجي أنه ركعو أنقنا أنقرب كعنو aniga magaalada garasta alaah waxaan la waxaan ka qaban karno waa kula qabanayna sheekh nuux iyo maaragtay aw abdi cabdiraxmaan inoo imaadaano guddi aan magaalada ka qabanno aniga magaalada garasta aan dhexboodno waxa la waa heli karno hal milyan soo helna alle ka badan soo helna walaalka naga maarta yahol xaaji waa nin aada u dhiga nugul ilaahayna subxaanahu watacaala maa kafeena muslimiin badan u yaqaanaa marka sidaa ugu dhaqsi badan maan meeshan aan ballanqaad kala kacno ballanqaad aan kala kacno annagana waxaan qaban karo aan qabanno annagoo aynu u duwan yihin sheekh cabdiraxmaan qudus iyo sheekh nuux aan magaalada gaarasa aan dhex kacno asagana waxaa weye qeybtiisa markiiska maanta waxaa weeyaan sida ugu dhaqsi badan aan u howlgalno ilaahayna subxaanah watacaala waa nin aada u dhigan wal kheyrkana u dilaacsan marka wax weyn kuma daraaye ilaahay subxaanah watacaala maarata waxaan qudar lahaa waxaan ku dar lahaa muslimiinay kitaabka walaha kitaabka qur-aanka waqtaa la siiyo muslimiinay kitaabka qur-aanka waqtaa la siiyo muslimiinay kitaabka qur-aanka waqtaa la siiyo sheekh cabdiraxmaan wardeere sheekh aliim wasaasiga meeshan kasoo qaybgalay dubayda maamooyinka ardayda imaadeen waan isalaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa aad u mahadsan sheekh nuux iyo macalimiintiisa oo maantan noo soo yeeray oo inaan kasoo qayb galno arrintaneyta oo kheyrka ah oo runtii inta ka badan aan aad u helin fursadan oo kale aan aad u helin siduu sheekh cabdiraxmaan wameera uu sheegay ay tahay maaratay annaka ay dan noogu jirto inay meeshan oo kale noolago marti qaado marka aad baa u mahadsantihin sheekh nuux iyo dhammaan kul kasoo nasoo marti qaadeen iyo inta kasoo qayb gashay inay maanta meeshan qeyrka laiskugu imaaday inaan kulligan kasoo qayb galno midda labaad ardayda qalinjabis
سمينيس مانتا يوكوي خاصة قبلها ميشن مانتا كأخرين قرانكا يو كتاباك أخرين آد ياد بهم أزنين آد ياد نغفرح مركوها قبل أهر السوي ساكناش أرطا إلا عافيو وحالي إل مكا أكثر من شأن وحبيه وحالي أغنى إل تاي ويقول دعا إن شاء الله الله إلا كبرينا إلا من كبرينا إلا ينو أبنك عافيو وحاجة مالين قبل الصومالي وكوان لده فنانينت كوان هسان والله ورسائي وحاله ويجيو سوالك ويجمع وحقو أتكال لي وحي مكاد شغلنا بلاليس أو مارتنسا أقاليس وحيث عصيبة جدي مكاد استاغي إنا نمشى هستان بلالي إنا وعصونا يدري نصيب حمو حيدري وحن إلهي كوم هذيا نو إلهي الشوك يجت على مكان مش يستعد ما أنتنا حن كفر عاد قبل مسلمين قبل يرو دلنا وحن وضعته استعدتي أو ماركتي كتابنا أخرسه كتبنا أخرسه أنا أقعد يوم دلنا رودي لكن وحن مغلى أيوة ورد يقول حاجي وحن مغلى كل وحن مرينا واحد عند شيء يصير وقال ما سنتي بدأ ما سنتي من طلبات maanta magaalada aan joogno oo gaaris ah runtii diinta islaamka urmada aad bay u dadaaleen oo maanta ooga hadleen oo masaajidaha meesha mato masaajid baa ka dhisan dugsi baa ka dhisan madrasa ka dhisan diinta islaamka wadanka way aad bay ugu faaftay annaka hadda dadkeenan kontin jirkii wax ka korreyo fursadan ilmahan ay maanta heleen maana haysanin wixii lagu dadaali jiray wuxuu ahaa سكول كان هو تدالي جيرين دوسي يو بعد المدرسة الآن يا بو مدالي جيرين ما أنت هو أركتين محمد ملي وقت يا سيد المدرسة كلي أنا كان أجوك لمجالة المدرسة كلي كنت على مجالة وحياة المدرسة النجاح بدل جميع موسع أكتر ما أنت هدواء أركتين مير والبوة دوسي وأكاديسان مساجدها أنا وانتين كرلي وسلام نجاح يتقوى وانت أنا نقرن هاي بوليتني وحرية في ما بجيرين بو انت انا مرادة نحقه دميسي مع الآذن دورنا مع العطوش والله وعند بدون جيل مجالا مجيرين مركب ما أنتوا حبتوا سيدة ذاتنا وبطي ديننا هذا لو تزالها لكن محن الصيد ضرائع وحي وصراعي إنا صومالي دانا أنا وحي إنا لبرا إنا نقع مفرين وحي لسكوشي عرمال إجيز إنا لقع المفرين دين الإسلام كسل أبتهين قالوا وحي دان وأوي وفلاي وما تقدم وحي وحكم مغنمنا لبعطلة ويبوشيها يسطوع أجل وحاوه سلوشن وحاوه حلو وحاوه كتاب القرآن يحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكاو من أنت رلو دوني مالي سلام الدين تيدا ويسان هاي مركا نصيب كدارن محاوهي نصيب دارن ونهي ستا دار أمك سلام نهي محاوهي عم الفاكي با ربه مقالة المعلومة فالا لا سليا تكبر تلقو لعايد وقيو لقو حاولان سيد السنة ربما لا قشا بقيو لك كلام لكن مقالة عند أحمدين هرينكي ويحسن تحساء يا فصل عكا دنبيس كل اللي يدان قال يا رفع ربان او جيران وي جيران ماشي المقالة دا حوليقان همين كده حسودان وحاك السعودة دا أركتان وياريسا وحاس ويدينيسا وحي إلما أمد اللو شيغاي أو وحي علماء دا شيغاي علماء دا حانك عصنا هنا مركز ساعة هاي إنا عيوك أن تدالك أي موجيان مر وبوع ميلا يستاغان بو إبعطة إسلام كاكاي سوط المقالة دا وحاك ميدا أمريكا العداو درايز كالعبة من محنا مالي مأويين لكن تقلم فرد بضن وصوماني ومسلم الشيغان يسوق ومقالة جوغان إن كلابيان كمقالة أي تقان قلبت قبل كأبو دعوه أمري للغو عبو درايز كاللغو عنو ويجدا شخاجي بسم الله يقول ما ويجدا لبقى ويجدا مركا أرمضا إن كهذا شبحي لإلما هسيوتو ماشي جوغان كل اللي تدن ما نرون ومقالة دقن إنا أرنت سيدوس آدي آل واحد بكي حق الله جمح الشرب وين الشرب حق الله جمح الشرب وين الشرب موجلة تبقى سيد موجلة وما تدان هاي إني لقى بعدي بدك كل بيل بعجلة الحلال يستي سومالي دان هاي بيل كي وحق حن ملك لكن سومالي وما سومالي دان هاي قبيل بس كدلنا برضو يا روان هندر باي وان هندر بس كدلي ما كأيلا أرنت سيد الحرمة وحنكوب على رجيم إني آدي آد وحنان ولكن مانتك لانك مانتك ماشي على الجبنيسون عليكم حلين وحمدينينا
إلهي إنكي هنا يكون من ملك كسر كسي جارن مع عبد الرحمن يشغل ملاحظة ماشي جوان وحاقه تان إن أتهين ظننت ما أنت ماشي إماطي إن هو مود الدين ما كان مقران شق عبد الرحمن ورغير يشق قليل يشق هاجر ما ماشي الدين نيرا أود اسم سفع إمارت الدين توسي حجيان ألمغو دوسي حجيان ألمغو مان ورمان ملك مان توا ستيج هذا ما كوكلا جيل وويجد شق عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن محمد مالين سد عفر شنا هذا صعد عفي يو جامعات كجلي السودان سمين بسكم السودان عفر سنة شنا صنع هذا صعد عفر محمد مالين وخسرنا يد واحد وشق عبد الرحمن ورنير من كم قال لنا أول كلام نسمع كعلم مال وكو دمان مالين محمد نوفر الرجل أرخي دمان تقال جلسي إن يسي ولان أرند يسي ولان كمل كلام أصلاً سيكون مركب أيضاً أيضاً نقلان رول موديل أو أمتك على إيمان دونتو وحان رجينا ناسينا بلانتو كلهم وحان سكوهين إلان مدرسينا أقرنا هران بي أو سمينا لكن وقت لان قصاني وحكا لك سوح المري ومشيغي وحجر وحكا لك جلا وإذا إيه إنا متمدع دمينا إن شاء الله إن شاء الله يعني مدام إنه هذا المسعودي إنا سكوت الآن بذلو إني ما أتوقت كذا أنت سكوت معنا وإن الحكة دي ما تحمل ذا زيد إلهي ذلك النقض إني نقطره حي وحي إلهي قرام بينكم إن شاء الله دو أن إلهي إلهو إنا بذلو إنا تفرد لما تعمل سكوت معنا هذا عقلي من جسد الله يحفل بذنب هذا أنا ماشي كسب حين وياك ومن سفر ما كان سفر بذنب آن إما أنا بكرة أنا ما له أنا بحوار دمي زبوا دمي يزت جروب كل سؤال حال تو هرمي كلام قمني أو مين تختار أنا بقول قران روتي لعك حب يلو لكن ما تيجي ذات كبرشة ما له علم بحس كنا لكن ذات كبرشة لاين بيكلم ما مولي كون كاشن تبقول كون كاشن تبقول لغة كون سنة ما قلنا حاجة في العك على ربنا سيد عبارة كون ما كإني كنا dadana maanta yarambeeda iskuuma la kulli waxaan u maleeyay in aan ku sameyn doono sida fiin ila in kala maamul ga qasatan ya tiintu dadalan ya ulmo ugu dadalan maadaama asaa dadanka aw diin muhadaba insha Allah in kala ina ka soo qaybashidin min walba oo muslim inuu wax ka geysto hal daga hadda gabo zakatul jariya way wiliga ugu yaali marka insha Allah saata yeelina